زي ما كنا بنتابع كده جزء من المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والمؤشرات وأكثر المدارس اللي خدت يعني حصلت على نسبة عالية في النجاح وفي التفوق، الفرق بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، والحكومية لغات والخاصة لغات، لكن كمان المؤشر اللي دايما بيكون موجود معانا إن البنات دايما بيكونوا يعني ليهم النصيب الأكبر في التفوق وفي المراكز الأولى. ومعانا منهم أميرة سمير كامل، الثاني مكرر علمي علوم. مساء الخير يا أميرة، أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذة أهلا. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. قولي لي بقى، ممكن تكلميني كده تحكي لي عنك الأول، أنت مدرستك إيه؟ منين يا أميرة؟ أنا من قرية كوي، مركز إغناسيا في محافظة بني سويف. تمام، مدرستك اسمها إيه؟ مدرسة الأندلس الثانوية. عظيم. قولي لي يا أميرة بقى، انت مجموعك كام بالظبط؟ 409.5. 409.5. وتفتكري النص ضاح منك فين؟ في العربي. هو ايه الحكايه، كل ما حد بكلمه على النص يقول لي عربي. ده اكيد بقى حاجه في التعبير بقى في الكلام ده، صح؟ ايوه بالنسبه الحاجات التقديريه. طيب قولي لي يا اميره، الوزير كلمك امبارح ولا النهارده؟ لا هو بصراحة لسه ما كلمنيش. لسه ما كلمكيش. عرفتي ازاي بقى ان انت التانية؟ وانا عرفت الاول المجموع، وبعد كده في صحفي اتصل بيا بالليل فلقيته بيكلمني، فبقول له وانا مش متاكده منهم ولا لا، قال لي لا انت منهم، احنا يعني عندنا دي دي اف بالاوائل. ففهمت بقى. حسيتي بايه؟ رد فعلك كان ايه؟ كنت متوقعه مستنيه الموضوع ده ولا لا بصراحة كنت يعني انا ما كنتش متوقعه، بس بعد ما شفت المجموع قلت يعني ما ان شاء الله هبقى بنسبه كبيره طبعا فيهم. طبعا. بعد كده ايه؟ كملي سامعاكي. بعد كده في ناس قالت لنا انهم الاوائل 100%، بس بعد كده بقى عرفنا لا ان هم فيهم 409.5 ساعات يعني. انت علمي علوم، ايه بقى عايزه تدخلي ايه يا اميره ان شاء الله؟ ان شاء الله كليه طب جامعه زويل. جامعه زويل ان شاء الله. الله ان شاء الله يا حبيبتي. اخبار البيت عندك ايه؟ طبعا مبسوطين بيكي اكتر حاجه في الدنيا. اكيد. تعبتيهم يا اميره في المذاكره ولا كنت بتذاكري مع نفسك كويس؟ لا هو انا تعبتهم بس مش مذاكره يعني، دروس تعبتهم. لا دروس وخوف وقلق ويعني توتر ووعي شويه. الف سلام عليك، الحمد لله ربنا يكملها على خير وبنتيجه حلوه وبتفوق. الف مبروك يا اميره، الف مبروك يا حبيبتي، وان شاء الله ربنا يناولك احسن حاجه في الدنيا. شكرا ليك يا اميره.